تنتصر كل الأخوات والإخوة. حد عنده أي سؤال؟ يا هلا بالإخوة الأحباب، رجاء مشاركة الفيديو ونبدأ. اطلع بافلوس، قول لي كده الدنيا أحلى، الصوت كده واضح والصورة واضحة ولا لأ؟ هلا وهلا تعيش، الصورة كده واضحة والصوت واضح ولا إيه؟ قول لي. كده واضح؟ الراوتر الجديد جه، يبقى كده 100 فل 14، يبقى كده الراوتر يستاهل. ابتدى يعك تاني. لا يا نجم، ايه احلى ولا ابتدى دار؟ يعك تاني. بقى بدا يعك ايوه كده تاني. كويس. تمام، كده رجع كيف كويس. الحال؟ عامل ايه؟ نشكر. بس برضو اسال بيقطع بقى سنة اسئلتك كلها صغيرة اللي انت يعني. عايز تسالها. دي بقطع دي لا عشان ما قطعش. الارضي، الأرضية، الحدود الأرضية هنا في حاجة، فيها مشكلة غالبا، اها. مش مشكلة راوتر، راوتر حليناها خلاص. لا بس احسن من الاول يعني، معقول. الحمد لله، الحمد لله، ربنا تطور يا معلم. والله قال لك على رأي المثل أنت المصري بتلاقي بيقول الأخبار الرشاش وأخبار ولا الحب. الأسئلة بتاعتك. لا ما سألنا خلاص. حلو، أكيد عندك أسئلة تانية. لا ما فيش دماغ، ما فيش دماغ. شغال صاحي من كام؟ صاحي من 5 الصبح، ما نمتش لغاية دلوقتي. ليه؟ صحيت خيك، ما جانيش نوم تاني، قعدت استحيت اقطع في النوم، واخد بالك؟ طلعت على الشغل، رجعت من الشغل على الساعة 3 كده، 3:30. من ساعتها وانا مش عاوز انام، علشان لو نمت حصر بالليل، عايز ابطل موضوع السهر ده. عشان بالمرة تنام. اه المهم النوم في وقت بص من الساعة 12 أو واحدة بالكتير ده حلو، أو قبل كده، لكن نوم متأخر جدا. المشكلة في حاجة يا معلم بقى، إن من الخميس الجاي، الجمعة والسبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة والسبت أجازة. يعني شكرا. 10 أيام، يعني 11 يوم أجازة. يعني اللي عملته والتدريب اللي عملته هيضيع 11 كله يوم في أجازة. اجازه، معلش يعني حاول انت تظبط الكلام ده، انك في الاجازه برضه تلتزم يعني. لا صعب في الأجازة تلتزم. الالتزام قرار يا بيه، قرار. أنا فاقد لهذا القرار وفاقد لو قلت لهذه الإرادة. هتلتزم في الدنيا. الله يعطيك السند. ده أنا عايز آخد قرار أبطل سجاير، مش عارف. الله يعطيك. السلام ورحمة الله. في آخر بيقول عايز جست، تعالى يا عم اطلع. طلعه عارف جست يا معانا. دكتور، عارف يا دكتور، نعم. قريت في إحدى الكتب الحكومية السودانية اللي بتحكي عن تاريخ السودان، فمن ضمنها الدخول المسيحية السودان. تمام.
سمعنا يا دكتور؟ تمام. فيها سمع قطع دخول جوهري، المسيحية السودان. فيها قطع جوهري قاتل، وده بيعلمون العيال هناك ايه هو؟ ايه هو؟ ويقول لك المسيحية لما دخلت السودان دخلت عن طريق جوليان، القديس جوليان ابان ابان حكم الملك جوستينيان والملكة سيئودورا، تمام؟ طبعا الملك جوستينيان كان على المذهب الملكاني، وسيئودورا كانت على المذهب اليعقوبي، لأنها كانت بتناصر سويرس الأنطاكي، تمام؟ خلف فلما الدنيا دخل وآخر الدنيا. لما جت عرضت الفكرة إني تنشر المسيحية في بلاد النوبة، بلاد كوش يعني، فجستنيان عجبه الكلام، قال لها خلاص تمام، هنبعت حملة تبشيرية. قالت له احنا هنبعت جوليان، قال لها لا جوليان ما ينفعش. حلو، راح عمل حملة من الجماعة الملكانيين، وبعت لحاكم طيبة ان هو يوفر للحملة دي المؤن والادوات والدلالين او الخبراء اللي يوروهم طريق النوبة. حلو، راحت هي بعت الجواب لحاكم طيبة، تمام. قالت له اخر عمل الحملة دي، يعني ايه؟ قول له ما فيش امكانيات دلوقتي، واستنوا واصبروا، المهم باي طريقة اخر، لغاية ما هي بعتت مين؟ بعتت جوليان للسودان، وفرت له كل السبل اللي يروح بيها. راح جوليان ودخل وبشرهم بالمسيحية على المذهب اليعقوبي اللي هو اللاخر القدونية، تمام؟ المهم قال لك لكن بعد كده، خد بالك، لكن بعد كده اختلف المسيحيين في طبيعة السيد المسيح، هل هو إله أم بشر؟ خلي بالك من الحتة دي ده جاية. تخريب بقى، قال لك اختلف تخريب. المسيحيين في طبيعة السيد المسيح، هل هو إله أم بشر؟ فهناك من نادى أنه إله اللي هم اليعاقبة، وهناك من نادى أنه بشر اللي هو مين؟ الملكانيين. شفت بقى الربط ما بين، الحقيقة الملكانيين واحنا بنؤمن المسيح هو الله. الله ينور عليك، لكن هم لما بيعلموا أولادهم كده يبقى كده علموهم ان في جماعه في المسيحيين بيقولوا ان المسيح بشر، وجماعه من المسيحيين بيقولوا ان المسيح اله. فتخيل بقى الاطفال دي ده لما كم تتعلم الكلام هرتلوا ده في لأن المدارس، المسيح الاطفال لما تتعلم الكلام ده في المدارس معاه. يكبروا بقى تحاول تغير المعلومه دي بس صعب جدا. ده وايه ده؟ كتاب حكومي يعني. اسم الكتاب ده ببعتهولي لو كده. هو بيحكي عن تاريخ السودان يعني، فدي في جزئية صغيرة خالص بيتكلم عن دخول المسيحية السودان. لكن جزئية قاتلة يعني. شوف الكتاب ده. بص انا اللي فعلا يعني مرارة الأنوس اللي معنيين بالحوارات الدينية المسيحية دلوقتي مش مركزين في الطراوة، مش واخدين بالهم من الحاجات دي، مش واخدين بالهم ان في حاجات كتيرة اتحلت. فالنتيجة ان هما دلوقتي بيخبطوا بعض، يعني زي النوعية اللي هي بتقول عليها أنت دلوقتي بالنسبة لفكرة إن هم مش مستوعبين إن الملكانيين بيفكروا زينا برضو، إحنا زيهم وإيمان واحد على فكرة، ومفيش أي مشكلة. حتى تأله الإنسان فاهمينها صح برضو، ولكن المشكلة إن اللي موجودين عندنا حتى اللي موجود في الحوارات المسكونية في ناس موجودة فعلا هدفها إن هي حوارات مسكونية وإن يبقى فيه وحدة، وفي ناس أصلا بتتكلم على بعضها من بره لبره، يعني مش مستوعبين. يعني دون ذكر اسم الأنبا اللي اتسبب في
بتجريد الأبونا أشعياء ده ملوش أي شيء في موضوع الوحدة الكنسية، بالعكس ده بيتكلم عن الناس في ظهرهم. يعني مين ابو يمكن الاشعري قصته ده؟ أكتر من قصة الكتاب اللي حضرتك بتتكلم عنه. مين ابو الاشعري ده؟ في الراهب أبونا أشعياء المهاري، أبونا أشعياء المهاري اللي جردوه ايوه واحد منهم ما بيحبش الكنائس أصلا، ما بيحبش الكنائس التانية. طالما فيها لقب بقاري انا بتشكك. لا لا لا، أبونا أشعياء المهاري الله ينحي نفسه كان كويس، كان شخصية كويسة، بس اتظلم في قضية الدير، قضية قتل عام بالمعنى، اتظلم. ابونا اشعي اللي كان في القضية. بص لو كان اتظلم، في اسقف من اللي جردوه، في اسقف من اللي جردوه، الاسقف ده بيقول لك لو مش قال صح الحاجه صح يبقى الحاجه دي غلط، ولما بيجي يطلع يتكلم على الكنايس تراوح بيتكلم قدامهم بطريقه حلوه ومن وراهم بيتكلم وحش. خميس اللي يتكلم هو سان اوف ذا دانيال، كينج على بلعنة. الأنبا يعني من دانيال غير ما تقول بيتكلم في اسمه، من غير ما تقول اسم الاسقف ده. يا عم انت بتفهم بس عربي برضه. ما بتفهمش عربي يا عم انت، ما تخليني اقفل بس عشان الاسماء، انا ما بحبش اقول اسماء. عارف ده سعيد يا بوش، سعيد ماشي سعيد سعيد يا بابا، ما بحبش اقول اسماء. صعيدي بتلاقي صعيدي فعلا لكن ناس جدع. يعني ماشي يا معلم سعيد، لكن بس بيقطع سي اللي بيقطع مع الراوتر مدفوع فلوس كتير، يعني فلوس مش لا هينه، البث يعني فعلا بيأثر، الراوتر عالي البث عالي. فعلا بيأثر على نقطة. انتوا بتهربونا ولا ايه يا جدعان؟ لا لا البث خدنا فعلا عيط، بيأثر. رجع الراوتر ولا ايه؟ ولا كل حاجه بيقطع؟ صدقا. سلام الحمد ونعم لله يا فراق. كده، ولا بكده ايه الافضل، الفترة دي ولا الفترة اللي فاتت؟ لا أنا بكلمك من مدة وهو بيقطع كده بقى احسن. حتى السوق. معقول اتكلم كده. كده الصوت حلو. لا يا بوي لا يا ابوي احسن شوية، ماشي هنحاول. بس بقى كده ما الحل التاني بقى، انا كده الحل الاولاني ان انا غيرت الراوتر، الحل التاني ان انا اعزل بقى في منطقة راقية احسن، اتبرعوا بقى بتمام فيلا يا جماعة، خلاص بلاش حل كده، ده منشقة في القاهرة، بلاش ده حل منشقة كده. في القاهرة يا ابوي. ده انت مش عايز التيك توك يتبرع لك، ده انت عايز جمهورية مصر العربية تتبرع لك. مش سامعك، على صوتك شوية، بتقول بقى عايز كل بقول لك يتبرع عشان لي تاخد، عشان ايه؟ علشان تاخد شقة حداكم، عايز جمهورية مصر العربية كلها تتبرع لك. لا يا عم انا مش عايز شقة، انا طموحي بسيط، عايز فيلا. عايزها في انا التجمع ولا راجل في زايد؟ طموحي على قد، عايز فيلا. عايزها في التجمع ولا في زايد؟ التجمع مش وحش، ما تضرش يا اخي برضه. لا التجمع يلا حلو مش وحش يا عم، زي اللي يعني انت اقل من زي الأديرة؟ اللي مع لا، الأديرة ليهم تجمع فيلا، لذيذ. الأديرة ليهم فيلا الاستراحات في زايد. دي قلتها خلينا نخبط عن راسي، بلا قلبين علي قلبة سودة يا جدع، ومقراه لعبوا في درجات يا جدع، درجات. سان اوف ذا وباخد كينج شكله ميثاق. هيتبرع بتمن الفيلا كلها. كينج حبيبي اشتغل سان اوف اهو، ذا كينج، بقيت احنا مسؤول، كده قشطة، احنا بقيت عايزين كده مسؤول. بإذن الله، يعني مش يعني الله ينور عليك، يعني كده مليون دولار، لا خليها مليون دولار كويتي. يحيى الأرمن يا جماعة عشان خاطر سان اوف ذا كينج.
الارمن لا يعيش يعيش يعيش. هو son of the king Armani. بص هو المليون سنة كان قال اهلا انا يا son حبابي of من كل king. الكنائس يا معلم. اهلا يا son of Son of the king، King يا Army. مرحبا فيك يا اخوي، اهلا بالارمن. أنا أحب الأرمن يا معلم. يا جماعة صدقوني، يعلموا بيضا أحلى في الموضوع، صدقوني استفادوا شفت قال لك ايه؟ بالمجهود اللي ارماني معمول، ارماني لا خلق مجهود دوني. سنوات. يا عم خلينا كده. طب مالهم الخلفيين يا عم؟ ما الخلفيين على فكرة برضو يعني طلعت في الأول وفي الآخر كانت سياسة وبطرك. قال روما كان عايز يحفظ لعنة الله، بالليلة فلبس كل لعنة الناس الله، بعضها. بيقولوا لعنة الله على ديسكورس وساويرس ويعقوب البرادعي. يا عم خليهم يا عم خالص، والكلام ده راح في التاريخ، لا، راح ده في لغايه التاريخ دلوقتي خالص. شغال في كنيسهم يا معلم، في جبل اسس بالذات يشتمون يلعنون يا ولا عم، إذا يشتمون. كان ماشي. عندنا دكتور ليتورجيات في الكلية الكريكية، دكتور واخد الدكتوراه من عندهم أصلا يعني. ما أعتقدش إن هم لغاية دلوقتي متمسكين انت واخد بهبل الدكتوراه الهبل من ده يعني. هناك؟ لا لا، كان في دكتور رشدي، دكتور رشدي واصف واخد دكتوراه من هناك، أكتر من دكتوراه، مش واحدة، انت أكتر من دكتوراه. فاكر الدكتور موريس رشدي تودروس؟ واصف طبعا، الله يرحمه، رب قريبي أبيات غريبك، شخصية كويسة، الله يرحمه، حد كويس جدا صراحة. الله يرحمه. عارف البابا يا عم بنيامين؟ بس هزعل بجد يا جماعة. خبر البابا بنيامين، لما بنيامين، البابا بنيامين. البابا بنيامين الأول. مات من ذنبينا يا ابوي. يا عم، انت اللي بوظت البلد، سيبت العرب ليكم، سيبت العرب هم. الله يسامح، الله يسامحكم يا جدع. سان اوف ذا كينج النهارده عامل شغل عالي، ومش هيصل، مش هيصل انت عارف، النهارده. انا ما بعتبرش، تحية عارف يا لسان اوف ذا دكتور، كينج يا جماعة. انا ما بعتبرش البابا بنيامين هو له السبب في الموضوع ده. انا بحط كل لا لا، اللوم، المصيبة كانت انا على بحط الروم. كل اللوم على البابا خائيل الاول. اشمعنى؟ لان البابا بنيامين كان لا يمتلك من امره شيء، تمام، ولكن البابا خائيل كان كل الأمور مهيئة ليه، كان فاضل بس الفسطاط، إنما كل الدنيا من أول النوبة لغاية الفسطاط كان رجعها الملك كرياكس. يعني ما كانش ليه لوم، سلام عليكم فؤاد. واخد بالك؟ ما كانش ليه لوم ان هو ينحني او يتقبل الامر مره تاني. لا هو ما كانش من يعني حاجه، لو بقى قال، مشكله. بص هو ما بيننا لو وبين قال بعض، للوالي لا، اخوه اتقتل، كان اخوه في اتقتل حمايه بيد ليه. الروم، اخوه اتقتل بيد الروم. ايه؟ اخو البابا بنيامين اتقتل بيد الروم انا ما بتكلمش على اصلا. البابا بنيامين، انا ما بتكلمش على البابا بنيامين. البابا بنيامين بقول لك ما كانش في ايديه حاجه، انما البابا اللي كان في ايديه كل حاجه
وكان قادر ان هو بس مجرد كلمة، مجرد دعم روحي، يعني ما كانش هيعمل حاجة، لكن هو اللي أثنى الملك كرياكوس ورجعه تاني لبلده. للأسف مش حاسس إن الآخر دمر نفوس ناس كتيرة وضيعوا البلد، ضيعوا حضارة، وجابوا شبه الجزيرة تبهدلنا وضيع حضارتنا. لا يعني مؤخرا نادينا نفتكر إن إحنا فراعنة وأصل الحضارة والكلام ده، يمكن من كام سنة بس، حتى سنة لقيت. بص مشكلة بابلوس باشا، فكرة رجال الدين لما يكونوا مش فاهمين ازاي يطبقوا الموضوع ده على أرض الواقع، النتائج بتبقى مهزلة لشعبهم، تبقى دمار دمار بيبقى يعني الشعب دمار. بيتمرن. يا ده بفناتيوس حقيقي. بفناتيوس، يا واد لما انت قاعد، يا ولاد الايه، يا ولاد الايه، معانا ولا في الشارع ولا بتندب عندي؟ بندع حلوة. تعالى مع الناس التانيين. لا بندع لولدي بفناتيوس. أنا مسمي عيالي على أسماء الآباء الجدود. ايش صار؟ جدع أمال إيه؟ جدع، بس هم علمهم يعني ربنا يسندهم. يعني بنقابل اضطهادات كتيرة بسبب أسماعنا، بس هي بركة في الأول وفي الآخر. يا باشا بص، أصل إحنا بارك في لما الأول. كلنا نفرط، لما كلنا نفرط في الأسماء خلاص، بعد كده ده برضو مشاركة في ضياع الهوية بتاعتنا. صح، نحن أخبار لسنا عرب بل مستعرب فقط، نحن لسنا نتحدث اللغة عرب. العربية. خلي بالك، بص يا دكتور، في دلوقتي اتجاه طالع بالعودة للهوية المصرية. في يعني تليفون ولا إيه؟ حتى منهم هم، يعني انت عارف لو لاحظت على التيك توك، في مسلمين دارسين للغة القبطية طالعين وبيتكلموا على اللغة المصرية وبينبذوا استخدام اللغة العربية وبيدعوا للعودة للغة القبطية واللغة الهيروغليفية. طبعا طبعا، لغتنا الأم، وده لغتنا الأم والأساس. يؤكد حقيقة نبوءة الأنبا صموئيل المعترف. الأنبا صموئيل المعترف تنبأ بزوال اللغة القبطية وعودتها مرة أخرى، وتنبأ بدخول العرب مصر. لا لا رحت من مشاهد هذا 19، يعني مفيش حد هيخرج مشاهد 19 يبعد عنها. انت قاعد مشاهد 19 هل تسمعني؟ اسمعك ولكن بتقطيع، كما أن هل أنت سمعت؟ الصورة مش عايزة 19. تقطع
تثبت أحيانا وتتحرك الحين الآخر، تثبت حينا وتتحرك عينا. لا أشوف لك حل في البث ده يا دكتور. ايه أشوف هي؟ لك ما حل. فيش غير ان انا اغير المنطقه بقى. انا مؤاخذه، ابو ام الراوتر غيرته، اعمل ايه؟ أقول لك حل. اعمل ايه؟ أقول لك حل. قول حل. هات بس أبونا احكي لي يشم يا لك دكتور. الهدوء. بركي 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 عندك مشكلة في الراوتر، أو الراوتر مريض، أو النت مريض. لا انا جبت راوتر جديد خلاص. لا بس كده عادة ريما لعادتها بس القديمة. بيقطع وكلام مش مفهوم. طب اجرب يكون في لغات، انا راوتر جديد يا جماعة، راوتر جديد. هفتح تاني، هفتح اوكي تاني، هقفل وافتح تاني، اقفل وافتح تاني ونشوف يا دكتور، لعل يكون السبب. لعله خير ان شاء الله. يا رب. شكرا، سان اوف ذا كينج، وافتح تاني.